تتمة رواية الهوية للكاتب الفرنسي ميلان كونديرا. الجزء الثالث. في اليوم التالي وجدت في صندوق البريد مغلفا بخط المرسل المجهول نفسه. لم تكن الرسالة موجزة كسابقتها، كانت تشبه محضرا طويلا. كتب مرسلها يقول: السبت الماضي خرجت من منزلك أبكر من الأيام الأخرى في الساعة 9:25. اعتدت أن أتعقبك في طريقك باتجاه الباص، لكنك هذه المرة سلكت الاتجاه المعاكس. كنت تحملين حقيبة ودخلت مصبغة. يبدو أن صاحبة المحل تعرفك جيدا وربما تحبك. راقبتها من الشارع، كانت كما لو أفاقت من غفوة وصار وجهها وضاحا. لا شك أنكما تمازحتما وتناهى إلى سمعي ضحككما، ضحك أنت من أثاره، وتهيأ لي أنني أبصرت فيه إنعكاس وجهك. ثم خرجت من هناك وقد ملأت الحقيبة. أكان بداخلها سترات أو مناديل أو ألبسة داخلية؟ على كل حال، قد خيل لي أن الحقيبة أضفت على حياتك شيئا مصطنعا. ثم مضى يصف فستانها واللآلئ التي كانت في عنقها. هذه اللآلئ لم أرها أبدا من قبل. إنها جميلة ولونها الأحمر يناسبك كثيرا، إنها تجعلك تشعين نورا. كانت الرسالة موقعة بأحرف SDB، وهو أمر حيرها. لم تكن الرسالة الأولى تحمل توقيعا، مما جعلها تعتقد أن هذا التنكر صادق. مجهول يحييها ثم يختفي بسرعة، لكن مهما كان التوقيع مقتضبا فهو يشي بنية الكشف عن هويته بالتدريج، أي خطوة خطوة ولكن بشكل حتمي. ورددت في نفسها SDB وهي تبتسم: سيريل ديديي بورقيبي تشارل ديفيد باربوروس. تأملت متن الرسالة. قد يكون هذا الرجل تعقبها في الشارع، إذ كتب لها في رسالته الأولى: أتعقبك مثل جاسوس. لا شك أنها رأته إذن، لكنها تنظر إلى العالم المحيط بها بقليل من الإكثارات وبشكل أقل ذلك اليوم، لأن جان مارك يصحبها، وهو من أضحك صاحبة المصبغة وحمل الحقيبة. قرأت ثانية هذه الكلمات: فقد خيل لي أن الحقيبة أضفت على حياتك شيئا مصطنعا. كيف تضفي الحقيبة على حياتها شيئا إذا كان جان مارك من يحملها؟ ألا يكون هذا الشيء الذي أضفى على حياتها هو جان مارك نفسه؟ ألم يقصد مراسلها بهذا التعرض لحبيبها بطريقة ملتوية؟ ابتسمت إذ انتبهت إلى ردة فعلها الساخرة، فهي تدافع عن جان مارك حتى ضد عشيق متخيل. وعلى غرار المرة السالفة، لم تدري ما تصنع بالرسالة، ومن ثم تتكررت رقصة التردد نفسها بكافة مراحلها. تأملت حوض المرحاض حيث كانت تهم برميها، ومزقت المغلف إلى قطع صغيرة وجعلتها تغور مع المياه. ثم طوت الرسالة وحملتها إلى غرفتها حيث وضعتها تحت حمالات الصدر. وبينما كانت تنحني على رف الملابس الداخلية، سمعت الباب يفتح. أغلقت الخزانة بسرعة والتفتت. كانت جان مارك على العتبة. اتجه صوبها بتوئدة وحدق فيها كما لم يفعل من قبل. كانت نظرته متوترة وغير مركزة، ولما صار قربها أمسك بمرفقيها وأبقاها بعيدة عنه بنحو 30 سنتيمترا من دون أن يتوقف عن التحديق بها. شعرت بالارتباك ولم تجد ما تقول، وحين صار ارتباكها لا يطاق
ضمها إلى صدره وقال ضاحكا: أريد أن أرى جفنك وهو يغسل قرنيتك مثلما تغسل المساحات زجاج السيارة الأمامي. منذ لقائه الأخير مع فرانسوا وهو يفكر في العين التي هي نافذة الروح، فهي مركز جمال المحيا والنقطة التي تتركز فيها هوية الفرد، لكنها في الآن ذاته أداة البصر التي ينبغي غسلها باستمرار وترطيبها وصيانتها بسائل خاص يحوي جرعة من الملح. فالبصر إذن، وهو أعظم معجزة يملكها الإنسان، توقفه بانتظام حركة غسيل آلية شبيهة بحركة المساحات التي تغسل زجاج السيارة الأمامي. والحال أننا نستطيع اليوم ضبط سرعة حركة المساحات بحيث تقطع مساحة الزجاج خلال 10 ثوان، وهو تقريبا إيقاع حركة الجفن. ينظر جان مارك في عيون من يتجثث إليهم ويحاول أن يراقب حركة الجفن، ويخلص إلى أن الأمر ليس باليسير، فنحن لم نتعود على الانتباه للجفن. ثم يقول في نفسه: لا شيء أبصره أكثر من عيون الآخرين، أي الجفون وحركاتها، ومع ذلك فأنا لا أنتبه لهذه الحركة، أنزعها من العيون التي أمامي. وقال لنفسه أيضا بينما كان الرب يتسلى بالعمل في ورشته: توصل صدفة إلى صنع نموذج هذا الجسد الذي نحن ملزمين لردح من الزمن بأن نكون روحا، لكن ما أبأس أن يكون الإنسان روحا لجسد مصنوع كيفما اتفق، ولا تستطيع عينه أن تبصر دون أن تغسل كل 10 ثوان أو 20 ثانية. كيف نصدق بأن هذا الآخر الموجود أمامنا كائن حر مستقل سيد نفسه؟ كيف نصدق بأن جسده تعبير صادق عن الروح التي تستقر فيه؟ لتصديق ذلك علينا نسيان رمشة الجفن المستمرة. كان يلزم نسيان ورشة الترميم التي خلقنا فيها، كما أن علينا الخضوع لعقد النسيان، فالرب نفسه هو الذي ألزمنا به. لقد مضى وقت بالتأكيد بين طفولة جان مارك ومراهقته، فترة قصيرة لم يكن قد وعي فيها بعد هذا الالتزام بالنسيان، وكان ينظر خلالها مذهولا إلى الجفن وهو ينزلق على العين. لاحظ أن العين ليست نافذة ترى من خلالها الروح فريدة وخارقة، بل هي آلة سيئة الصنع شغلها أحدهم منذ غابر الأزمان. كان يلزم أن تكون لحظة جلاء المراهق الفجائية هذه الصدمة. قال له فرانسوا: لقد توقفت ثم تفرستني، وقلت بنبرة حازمة وغير معهودة: يكفيني أن أرى كيف ترمش عينها. هو لا يذكر ذلك. كانت صدمة منظورة للنسيان، وفعلا كان قد نسي ذلك إلى الأبد لو لم يذكره به فرانسوا. عاد إلى المنزل وهو غارق في أفكاره، وفتح باب غرفة شانتال. كانت منهمكة في ترتيب شيء في خزانتها، فرغب في رؤية جفنها يمسح عينها، عينها التي تشكل بالنسبة إليه نافذة روح. تقدم إليها وأمسك بمرفقيها ونظر إلى عينيها، كانتا ترمشان فعلا، بل ترفان بسرعة أكبر، كما لو شعرت بأنها تجتاز اختبارا. ظل ينظر إلى الجفن يعلو وينخفض بسرعة، بسرعة كبيرة، وود لو يستعيد إحساسه المميز، إحساس جان مارك ذي 16 ربيعا، الذي كان يعتبر آلية عمل هذه الحركة أمرا مخيبا بنحو يدعو إلى اليأس. لكن سرعة جفنيها الغريبة وعدم انتظام حركتهما المفاجئ أثارت حنانه أكثر مما خيبت أمله. فهي مساحة جفن شانتال. أبصر جناح روحها، جناح يرتعش ويرتعب ويهتز. كان الانفعال مباغتا كالبرق، فضمها إليه
ثم خفف ضمه لها، فرأى وجهها مرتبكا مفزوعا وقال لها: أريد أن أرى جفنك يغسل قرنيتك كما تغسل المساحات زجاج السيارة. قالت له وهي تشعر بارتخاء مفاجئ: لست أفهم ما تقوله. فحدثها عن الذكرى المنسية التي ذكره بها صديقه الذي لم يعد محبوبا. لما ذكرني فرانسوا بهذه الفكرة التي قد تكون خطرت على بالي وأنا تلميذ بالثانوية، تخيلت أنني أسمع شيئا عبثيا بالكامل. أبدا، قالت له شانتال، كلا، كما أعرفك لابد أن تكون قد قلت ذلك، فهو يتماشى مع طبعك. تذكر دراستك الطب، لم يكن يقلل قط من قيمة اللحظة السحرية التي يختار فيها المرء مهنته، فلأنه كان يعلم أن الحياة أقصر من أن تتيح للمرء تدارك سوء اختياره، فقد أكربه عدم انجذابه العفوي لأي مهنة من المهن. تفحص محتارا قائمة الإمكانيات المطروحة أمامه: وكلاء النيابة الذين ينذرون حياتهم لاضطهاد الآخرين، المدرسون الذين يعذبهم الأطفال المشاغبون، التخصصات التقنية التي لا تجلب لها مزية التقدم العلمي سوى الأذى، ثرثرة العلوم الإنسانية التي بقدر ما هي معقدة فإنها فارغة، الهندسة المعمارية الداخلية. وقد كانت تستهويه بسبب ذكرى جده النجار، والتي صارت خاضعة بالكامل للموضة المقيتة لديه. مهنة الصيادلة، المساكين الذين صاروا باعة علب وقوارير. ولما كان يتساءل أي مهنة أختار لحياتي، كان يسيطر عليه أشد أنواع الصمت إرباكا. وإذا كان قرر دراسة الطب في آخر المطاف، فإنه بذلك لم يقع في أي انجذاب خفي، بل خضع لمثالية غيرية. كان يعتبر الطب هو المهنة الوحيدة المفيدة للإنسان بلا منازع، والذي يجلب تقدمه التقني أهون الأضرار. وما لبثت الإحباطات أن حلت، لا سيما حين اضطر في السنة الثانية إلى قضاء وقته في قاعة التشريح. هناك تلقى صدمة لم يشفى منها قط، فقد كان عاجزا عن النظر إلى الموت أمامه. وبعد فترة قصيرة اعترف لنفسه بأن الحقيقة أدهى من ذلك. لم يكن يقوى على رؤية الجسد أمامه والنظر إلى عدم كماله الحتمي غير المسؤول وعداد التحلل الذي يحكم سيره ودمه وأحشاءه وألمه. قد يكون عمره 16 ربيعا لما حدث فرانسوا عن اشمئزازه من حركة الجفن عندما قرر دراسة الطب. قد يكون في 19 في تلك الحقبة، وبما أنه كان قد وقع عقد النسيان، لم يعد يذكر ما قاله لفرانسوا قبل 3 سنوات من ذلك. للأسف كان بإمكان هذه الذكرى أن تحذره، كانت ستجعله يدرك بأن اختيار الطب بالنسبة إليه كان اختيارا نظريا حسمه دون أي معرفة بذاته. هكذا درس الطب 3 سنوات قبل أن يهجره بشعور من يغرق. ماذا يختار بعد هذه السنوات الضائعة؟ بما يتشبث إذا كانت دواخله قد ظلت خرصاء كالسابق؟ نزل للمرة الأخيرة درج الكلية الخارجي، ينتابه شعور بأنه سيجد نفسه وحيدا على رصيف محطة غادرتها كل القطارات، حتى تكتشف هوية مراسلها سرا وبحذر. شرعت شانتال تنتبه لما حولها. في زاوية شارعهم كان ثمة حانة، كانت المكان الأنسب لمن يريد التجسس عليها، فمدخل منزلها يرى من هناك كما يظهر الشارعان حيث تمر كل يوم، إضافة إلى محطة الباص. دخلتها وجلست، ثم طلبت فنجان قهوة وأخذت تتفحص الزبائن. رأت عند الكونتوار شابا كان عندما دخلت قد حول بصره عنها. التفت إليها حين دخلت، كان زبونا مواظبا تعرفه من بعيد.
بل تذكرت أن نظراتهما التقت في السابق مرات عدة، وقد تظاهر فيما بعد بأنه لم يرها. وفي يوم آخر أشارت بخصوصه لجارتها فقالت إنه السيد دوبارو أو دوبارو، لم تكن الجارة تعرف. واسمه الشخصي هل تعرفينه؟ لا، لم تكن تعرفه. اسم دوبارو اسم مناسب في هذه الحالة، لن يكون اسم المعجب لا تشارل دي دي ولا كريستوف دافيد. إذن إن حرف دي يمثل الجزء دو، ومن ثم فإن دوبارو لن يكون له إلا اسم مؤلف من كلمة واحدة، سيريل دوبارو أو بالأحرى تشارل. وتخيلت عائلة من الأرستقراطيين المفلسين، عائلة فخورة بلقبها الأرستقراطي بشكل مضحك. ووقف تشارل دوبارو عند الكونتوار مظهرا عدم اكتراثه بها، وقالت في نفسها إن هذا اللقب يناسبه ويتطابق مع سلوكه المقرف. بعد ذلك بوقت قصير كانت تدرع الشارع برفقة جامارك، فلمحت دوبارو يسير في الاتجاه المعاكس. كانت تضع في عنقها عقد لؤلؤ أحمر أهداها إياه جامارك. وبما أنها كانت تجد لون اللآلئ صارخا، لذلك لم تكن تلبسها إلا نادرا، وتنبهت إلى أنها إنما ارتدتها لأن دوبارو وجدها جميلة. قد يعتقد وهو مصيب في ذلك أنها لبست العقد بسببه ولأجله. نظر إليها نظرة خاطفة ونظرت إليه بدورها، ولما فكرت في اللآلئ احمرت حتى نهديها، وكانت واثقة من أنه لاحظ ذلك، ولكنهما تجاوزاه وأصبحا بعيدين عنه. وسألها جامارك مندهشا، لقد احمررتي، ما بك؟ ماذا وقع؟ اندهشت هي أيضا، لما احمرت؟ أمن خجل لأنها أولت هذا الرجل اهتماما أكثر مما ينبغي؟ لكن الانتباه الذي أولته لا يتعدى فضولا تافها. يا إلهي، لماذا صارت تحمر كثيرا وبسهولة في هذه الفترة الأخيرة كما لو كانت فتاة مراهقة؟ في مراهقتها كانت فعلا تحمر كثيرا، كانت في بداية المسيرة الفيزيولوجية للمرأة، وصار جسدها شيئا مربكا يشعرها بالخجل. ولما رشدت نسيت الإحمرار، ثم جاءت هبات الحرارة لتعلن نهاية المسيرة، وعاد جسدها يشعرها بالخجل من جديد. لما استيقظ الحياء فيها تعلمت الإحمرار ثانية. توالت الرسائل وصارت قدرة شانتال على تجاهلها تنفذ بالتدريج. كانت رسائلا ذكية محتشمة، لا تفاهة فيها ولا إزعاج. لم يكن مراسلها يريد شيئا، لم يطلب منها شيئا، ولم يلح على شيء. كانت له حكمة أو خبث. ترك شخصيته وحياته ومشاعره ورغباته في الظل. كان جاسوسا بالفعل، لا يكتب إلا عنها. ولم تكن رسائله رسائل إغواء، بل رسائل إعجاب. وحتى إذا كانت تتضمن إغواء، فقد تم تصوره كمسار طويل. ومع ذلك كانت الرسالة التي وصلتها أخيرا أكثر جسارة. اختفيت عن بصري لثلاثة أيام، وعندما رأيتك من جديد فتنتني هيئتك الرشيقة الطواقة للأعالي. كنت تشبهين ألسنة النار التي تتراقص وتتعالى لكي تثبت وجودها. كنت تمشين بقوامك الممشوق الذي بدا أطول من أي وقت مضى، وأنت محاطة بألسنة لهب مرحة مكسرة متوحشة. بينما كنت أفكر فيك ألقيت على جسدك العاري معطفا من لهب. غلفت جسدك الأبيض بمعطف كاردينال قرمزي، وما إن تدثرت به حتى بعثت بك إلى غرفة حمراء على سرير أحمر. يا كاردينالتي الحمراء،
الكاردينالة الكاملة الجمال، وما هي إلا أيام حتى اشترت قميص نوم أحمر. كانت في المنزل فنظرت إلى نفسها في المرآة، نظرت إلى نفسها من كل الزوايا ورفعت ببطء حاشية قميصها وتخيلت قدها أطول وبشرتها أشد بياضا من أي وقت مضى. عادت جان مارك فاندهش لرؤيتها تمشي إليه بخطوة مغناجة ومغرية وهي ترتدي قميص نوم أحمر رائع التفصيل. أخذت تدور حوله وتفلت منه، تتركه يقترب منها لتهرب من جديد. ترك نفسه يقع في اللعبة وجعل يلاحقها في كل أرجاء الشقة، وسرعان ما تجسد الموقف الضارب في القدم، موقف امرأة يطاردها رجل. وصره ذلك ومضت تركض حول الطاولة الكبيرة المستديرة وهي منتشية بصورة امرأة تركض أمام رجل يشتهيها، ثم لادت بالسرير ورفعت قميصها حتى العنق. أحبها ذلك اليوم بقوة جديدة مفاجئة، وتهيأ لها بغتة أن شخصا ما موجود معهما في الغرفة يراقبهما بانتباه مجنون. رأت وجهه، كان وجهه تشارل دو بارو الذي فرض عليها قميصها الأحمر وفرض عليها هذا الجماع، وما إن تخيلته حتى صرخت من اللذة. هما الآن يتنفسان جنبا إلى جنب وصورة من يتجسس عليها تثيرها، وهمست في أذن جان مارك شيئا عن المعطف القرمزي الذي تدثرت به، فاتنة على وقع هذه الكلمات أمسك بها من جديد وضاجعها ثانية وهو يتأرجح على أمواج الفانتازيا التي ظلت تحكيها له. ثم عم الهدوء ولم يبق أمام أعينهما إلا القميص الأحمر الذي دعكه جسداهما في زاوية من السرير، وتحولت هذه البقعة الحمراء أمام عينها نصف المغمضتين إلى مسكبة ورود. فتنشقت عبيرها الواهي شبه المنسي، عبير الوردة الراغبة في اختراق كل الرجال. في صباح اليوم التالي، وكان صباح يوم سبت، فتحت النافذة فبدت لها السماء داكنة، غمرتها السعادة والفرح، وقالت بعفوية لجان مارك الذي كان يتأهب للخروج: ماذا تراه بريتاني كوسي المسكين يفعل الآن؟ لماذا؟ أتراه ما زال داعرا؟ أتراه ما زال على قيد الحياة؟ لما تذكرته؟ لست أدري، تذكرته هكذا. غادرت جان مارك وبقيت وحدها، دخلت إلى الحمام ثم اتجهت إلى خزانتها بغاية التجمل. نظرت إلى الرفوف فلفت شيء ما نظرها، على رف ملابسها الداخلية كان وشاحها مطويا بعناية شديدة فوق حزمة من الملابس، فتذكرت بأنها رمته هناك بإهمال. رتب أحد أغراضها، الخادمة لا تأتي سوى مرة واحدة في الأسبوع ولا تهتم أبدا بخزانتها. اندهشت لقدرتها على الملاحظة وقالت في نفسها إن ذلك يرجع إلى تعودها خلال إقامتها فيما مضى في فيلا العطل، فهناك ومن فرط ما تشعر بأنها مراقبة. تعلمت كيف تتذكر تفاصيل الطريقة التي ترتب بها أغراضها، حين تتمكن من اكتشاف أدنى عبث تقوم به يد غريبة، وسرها أن يكون ذلك الزمن قد ولى. ثم نظرت إلى نفسها برضا في مرآة وخرجت. نزلت إلى الطابق السفلي حيث وجدت رسالة تنتظرها في صندوق البريد، وضعتها في حقيبتها وفكرت في المكان الذي ستقرأها فيه. انزوت في حديقة عامة صغيرة وجلست تحت الأغصان الخريفية الكبيرة لشجرة زيزفون مصفرة تعانقها أشعة الشمس. يجعلني
وقع كعب حذائك على الرصيف، أفكر في الضروب التي لم أقطعها والتي تتفرع مثل أغصان شجرة. لقد أيقظت في هوس شبابي الأول عندما كنت أتصور الحياة أمامي مثل شجرة. كنت أسميها يومئذ شجرة الاحتمالات، والحياة لا ترى بهذا الشكل إلا لفترة قصيرة، ثم لا تلبث أن تتراءى لنا مثل طريق مفروضة علينا إلى الأبد، مثل نفق لا نستطيع الخروج منه، ومع ذلك يبقى خيال الشجرة القديم فينا على شكل حنين لا يزول. لقد ذكرتني بهذه الشجرة، لذا أود أن أنقل إليك صورتها، أن أجعلك تسمعين همسها الساحر. رفعت رأسها فرأت أغصان الزيزفون تمتد فوقها مثل سقف ذهبي مرصع بالعصافير، كما لو كانت نفس الشجرة التي تتحدث الرسالة عنها. وامتزجت الشجرة الاستعارية في ذهنها بالاستعارة القديمة للوردة عندها. كان عليها أن تعود إلى المنزل، فرفعت عينيها مرة أخرى باتجاه الزيزفونة في إشارة وداع ومضت. في الحقيقة لم تجلب لها وردة مراهقتها الأسطورية مغامرات كثيرة، ولم تذكرها بأي موقف محسوس باستثناء الذكرى المضحكة لذلك الإنجليزي الذي كان يكبرها كثيرا، والذي تغزل بها لمدة نصف ساعة عندما زار الوكالة قبل 10 سنوات. لم تعلم بشهرته كزير نساء متهتك إلا لاحقا. لم يترتب عن هذا اللقاء شيء سوى أنه صار موضوع مزاح مع جان مارك، وهو من لقبه بريتينيكوس ونبهها لبعض الكلمات التي ظلت لا تبالي بها حتى تلك اللحظة. لفظة حفلة ماجنة على سبيل المثال، وكذا كلمة إنجلترا توحي لها بخلاف الآخرين بمكان المتعة والرذيلة. وفي طريق عودتها كانت ما تزال تسمع ضجيج العصافير على شجرة الزيزفون، وترى العجوز الإنجليزي الداعر. وتقدمت في ضباب هاتين الصورتين بخطى كسلى حتى دنت من الشارع حيث تسكن. وهناك على بعد 50 مترا أمامها رصت طاولات الحانة على الرصيف، وقد جلس في إحداها مراسلها الشاب بمفرده بلا كتاب ولا صحيفة، لا يفعل شيئا، وأمامه كأس نبيذ أحمر وهو ينظر إلى الفراغ، وعلى محياه تعبير كسل سعيد يتجاوب مع كسل شانتال. شرع قلبها يخفق. لقد تم ترتيب كل هذا بطريقة شيطانية. كيف أمكنه التنبؤ بمصادفتها مباشرة بعد قراءتها لرسالته؟ واقتربت منه، من المتلصص على حياتها الخاصة، وقد داهمها الارتباك كما لو كانت تسير عارية تحت معطف أحمر لم تكن تبعد عنه إلا 4 خطوات، وكانت تنتظر أن يناديها. ماذا ستفعل عندئذ؟ لم تتمنى قط هذا اللقاء، لكن لا تستطيع أن تنجو بنفسها بأن تهرب مثل فتاة خائفة. تباطأت خطواتها وحاولت أن تتحاشى النظر إليه. يا إلهي، إنها تتصرف تماما مثل فتاة صغيرة. أيعني ذلك أنها شاخت كثيرا؟ لكنه، ويا للغرابة، ظل جالسا أمام كأسه بلا مبالاة ناظرا إلى الفراغ وكأنه لا يراها. صارت بعيدة عنه وواصلت سيرها نحو المنزل. ألم يجسر دوبارو على التحدث إليها أم أنه تمالك نفسه؟ ولكن عدم اكتراثه كان من الصدق، بحيث لم تستطع شانتال أن تشك في أمره. لقد أخطأت بشكل مضحك. في المساء رافقت جان مارك إلى المطعم. كان يجلس إلى الطاولة المجاورة لهما رجل وامرأة مستغرقان في صمت لا نهائي. ليس من الهين تدبير الصمت تحت أنظار الآخرين، فإلى أي وجهة سيصوبان نظرهما؟ سيكون من المضحك النظر إلى عيون بعضهما وهما صامتان، أينظران إلى السقف
سيبدو ذلك كما لو كان استعراضا لبكمهما، أيراقبان الطاولات المحيطة بهما. في هذه الحالة قد تلتقي نظراتهما بنظرات تتسلى بصمتهما، وسيكون الأمر أفضع. قالت جان مارك لشانتال: اسمعي، لا يعني الأمر أنهما يكرهان بعضهما أو أن اللامبالاة عوضت الحب. لا يمكن قياس العاطفة القائمة بين شخصين بكم الكلمات التي يتبادلانها. كل ما في الأمر أنهما خاليي الذهن. قد تكون اللياقة هي التي دفعتهما إلى الصمت، بما أنهما لا يجدان ما يقولانه، خلافا لعمتي التي تقطن بمنطقتي بيريغور. كلما التقيتها تتحدث بلا توقف، حاولت فهم طريقة ثرثرتها، فوجدت أن كلامها يعادل ضعف ما ترى وتفعل. تقول إنها استيقظت صباحا ولم تتناول في وجبة الإفطار غير القهوة السوداء، ثم خرج زوجها بعد ذلك للنزهة. تخيل يا جان مارك، عندما عاد شاهد التلفزة، تخيل، تنقل بين القنوات إلى أن شعر بالملل، فتصفح بعض الكتب هكذا، وهذه عبارتها: يقضي وقته. أتعلمين يا شانتال، أعشق كثيرا هذه الجمل البسيطة العادية الشبيهة بحل لغز غامض. إن قولها يقضي وقته جملة أساسية، ذلك أن مشكلتهم تكمن في الزمن، في تزجية الوقت، في أن يمضي الوقت من تلقاء نفسه من دون جهد، ومن دون أن يضطر لعبوره مثل رجل أنهكه المشي. لهذا السبب تتكلم خالتي، لأن الكلمات التي تنطق بها تحرك الزمن خفية، أما إن ظل فمها مغلقا يتجمد الزمن ويخرج من عتمته هائلا ثقيلا، فتجزع المسكينة وتسعى من فرط رعبها للبحث عمن يقبل سماع حديثها عن ابنتها التي تعاني هموم إصابة ابنها بالإسهال. أجل يا جان مارك، بالإسهال، بالإسهال. زارت طبيبها: أنت لا تعرفه، يقطن غير بعيد عنا، نعرفه من سنوات. نعم يا جان مارك، من سنوات، فهو من عالجني أنا أيضا لما أصابني الزكام في الشتاء. أتذكر يا جان مارك، لقد انتابتني حما رهيبة. ابتسمت شانتال، فمضى جان مارك يحكي ذكرا أخرى: ألم أكن قد جاوزت 14 من عمري، وكان جدي، ليس النجار بل جدي الآخر، يحتضر طيلة أيام، كان يصدر صوتا لا شبيه له، لم يكن أنينا، فهو لم يكن يتألم، ولم يكن ذلك الصوت بديلا عن كلمات تعذر عليه النطق بها، كلا، فهو لم يفقد القدرة على الكلام، بكل بساطة لم يكن لديه ما يقول وما ينقل إلى الآخرين، لم يكن عنده خطاب ملموس، بل لم يكن يجد حتى من يتحدث إليه، لقد كان وحيدا مع الصوت، مع الصوت الذي يصدره، صوت واحد عبارة عن آل، تنقطع إلا عندما يستنشق الهواء. كنت أنظر إليه بذهول ولم أنسى ذلك أبدا، فرغم صغر سني خيل إلي أنني فهمت، إنه الوجود بما هو في مواجهة الزمن بما هو، وأدركت أن هذه المواجهة اسمها الملل، فقد كان جدي يعبر عن الملل بهذا الصوت، بهذه الآه اللانهائية، لأن بدون هذه الآه كان سيسحقه الزمن، ولم يكن بوسعه في مواجهة الزمن غير التلويح بهذا السلاح، بهذه الآه التي لا تنتهي. أتقصد بأنه كان يحتضر ويشعر بالملل من ذلك؟ هذا ما أقصد. تحدث عن الموت وعن الملل، وشرب البوردو، ضحك وتسليا، كان سعيدين. ثم عاد جان مارك إلى فكرته: قلت إن كمية الملل، إن كان الملل قابلا للقياس، هي أكبر اليوم عما كانت في الماضي، لأن المهن آنذاك لم تكن تتخذ من جانب كبير منها على الأقل دون ارتباط عاطفي. الفلاحون
عاشقون لأرضهم، وجدي ساحر الطاولات الجميلة، والإسكافيون يعرفون أقدام كل سكان القرية معرفة جيدة، وعمال الغابات والبستانيون، بل أفترض أنه حتى الجنود كانوا يلقون حتفهم بشغف. لم يكن معنى الحياة يوضع موضع تساؤل، بل كان يرافقهم بشكل عادي في ورشاتهم وفي حقولهم. فقد اكتسبت كل مهنة ذهنيتها وطريقتها الخاصة في الوجود. كان الطبيب يفكر بطريقة مخالفة لطريقة المزارع، وكان للجندي سلوك مخالف لسلوك المعلم. أما اليوم فنحن جميعا متشابهون، يجمعنا عدم الاكتراث الشامل بعملنا، وهو عدم اكتراث تحول إلى هوس، هو الهوس الجماعي الأعظم الوحيد في عصرنا، قالت شانتال. ومع ذلك قل لي ماذا فعلت أنت نفسك عندما كنت مدرب تزلج، وعندما كتبت في المجلات عن الهندسة الداخلية، وبعدها عن الطب، أو حين اشتغلت مصمما في ورشة نجارة. أجل، أحببت ذلك كثيرا، لكنه لم يمضي على ما يرام، أو لما كنت عاطلا لا تفعل شيئا. لا شك أنك شعرت بالملل أنت أيضا. كل شيء تغير لما تعرفت عليك، ليس لأن أعمالي الصغيرة غدت أكثر إثارة، بل لأنني أصبحت أحول كل ما يجري حولي إلى مادة لأحاديثنا. بإمكاننا الحديث عن أشياء أخرى. كائنان يتحابان وحيدان منعزلان عن العالم، إنه أمر في منتهى الروعة، ولكن كيف لهما أن يغذيا خلوتهما؟ فهما في حاجة إلى العالم مهما كانت حقارته، لكي يستمر الحديث بينهما. بإمكانهما أن يصمتا، قالت جان مارك ضاحكا، مثل هذين الجالسين إلى الطاولة المجاورة. كلا، ليس هناك حب يقوى على مقاومة الصمت. انحنى النادل على طاولتهما لوضع الحلوى، فانتقلت جان مارك إلى موضع آخر. أتعرفين ذلك المتسول الذي يظهر بين حين وآخر في شارعنا؟ لا أعرفه. بل تعرفينه؟ لا شك أنه أثار انتباهك، ذلك الرجل الأربعيني الذي يشبه موظفا أو مدرسا ثانويا، والذي يمد يده بارتباك مستجديا بضع فرانكات. ألا تذكرينه؟ لا، بل تذكرينه، فهو يقف دائما تحت شجرة الجيميز، الشجرة الوحيدة التي تركت في الشارع والتي ترى أغصانها من النافذة. وسرعان ما ذكرتها به صورة الجيمز. نعم، أذكره. اجتاحتني رغبة شديدة في التحدث إليه، في معرفة من يكون، لكن لا يمكن أن تتصوري كم وجدت الأمر صعبا. لم تسمع تشانتال الكلمات الأخيرة التي تلفظ بها جان مارك. كانت تتصور الشحاد، ذلك الرجل الواقف تحت الشجرة ذا الملامح المطموسة والمثير للانتباه بتكتمه، فهو شديد العناية بملبسه على الدوام إلى درجة يتعذر معها على المارة. إدراك أنه يتسول. فقبل بضعة أشهر طلب منها الصدقة بأدب جم، واسترسلت جان مارك. من الصعب ذلك، لأن السؤال سيثير ريبته، لن يفهم سبب سعي للتحدث إليه. هل بداعي الفضول وهو أمر سيخيفه، أم بداعي الشفقة؟ فسيجد ذلك مهينا له، أبمنحه شيئا؟ ولكن ما عساي أمنحه؟ حاولت أن أتقمص شخصيته حتى أدرك ما عساه ينتظر من الآخرين، لكنني لم أصل إلى شيء. تخيلته تحت الشجرة، وهي الشجرة التي نبهتها فجأة في رمشة عين إلى أنه هو كاتب الرسائل. فضحته صورة الشجرة التي يقف تحتها والتي تملأ مخيلته، وتلاحقت أفكارها بسرعة. لا أحد سواه هو العاطل الذي لديه متسع من الوقت، والذي بإمكانه أن يضع خفية خطابا في صندوق رسائلها،
لا أحد غيره، هو المتنكر في عدميته من يستطيع أن يراقبها في حياتها ومن دون أن تتفطن له. وتابع جان مارك، يمكن أن أطلب منه مساعدتي في ترتيب قبو المنزل. سيرفض، ليس بسبب الكسل، بل لأنه لا يملك ملابس العمل، ولأنه مضطر للحفاظ على نظافة هندامه. ومع ذلك فأنا راغب جدا في التحدث إليه، لأنه أناي الأخرى. قالت شانتال التي لم تكن تنصت لجان مارك، كيف يمكن أن تكون حياته الجنسية يا ترى؟ فرد جان مارك ضاحكا، حياته الجنسية منعدمة لا تعد أن تكون أحلاما. أحلام؟ قالت شانتال في نفسها، فهي ليست إذن سوى أحلام رجل تعيس. لماذا اختارها هي بالضبط؟ وعاد جان مارك لفكرته الراسخة، أود أن أقول له يوما، هل لا جئت عندي لنشرب فنجان قهوة؟ فأنت هو أنايا الأخرى، إنك تعيش المصير الذي أفلت منه بالصدفة. كف عن هذا الهراء، قالت شانتال، لم تكن يوما مهددا بمثل هذا المصير. لن أنسى اليوم الذي غادرت فيه الكلية وأدركت أنني فوتت كل القطارات. أعلم ذلك، قالت شانتال التي سبق أن سمعت هذه الحكاية مرات ومرات، ولكن كيف لك أن تقارن فشلك الصغير بمأساة رجل ينتظر أن يضع أحد المارة فرانكا في راحته؟ لم يكن الفشل في انقطاعي عن الدراسة، ما تخليت عنه آنذاك هو طموحاتي. وجدت نفسي فجأة بلا طموح، وما كدت أتخلى عن طموحي حتى ألقيت نفسي على هامش العالم. والأدهى من ذلك أنه لم تكن لدي أي رغبة في أن أجد نفسي في مكان غير ذلك، كما أنه لم يكن عندي أي توق إلى أن أبتعد عن البؤس. لكن إذا لم يكن لك طموح، وإذا لم تكن تطمح للنجاح ونيل اعتراف الآخرين، فقد وضعت نفسك على حافة الهاوية. الواقع أنني اطمأنيت للإقامة هناك، وهذا لا يمنع كوني أقمت على حافة الهاوية. فأنا إذن وبلا مبالغة أضع نفسي إلى جانب هذا الشحاذ، وليس إلى جانب مالك هذا المطعم الفاخر الذي يعجبني كثيرا. قالت شانتال في نفسها، لقد أصبحت معشوقة هذا المتسول، إنه شرف مضحك. ثم استدركت، ولماذا ستكون شهوة الشحاذ أقل احتراما من شهوة رجل الأعمال؟ إن كون شهوته بلا أمل يكسبها قيمة لا تقدر بثمن، فهي حرة وصادقة. ثم راودتها فكرة أخرى. في تلك الليلة حين كانت ترتدي قميص النوم الأحمر وضاجعها جان مارك، لم يكن الشخص الثالث الذي كان يراقبهما في الغرفة هو رجل الحانة الشاب، بل كان هذا الشحاذ. هو فعلا من ألقى على كتفها الرداء الأحمر وجعل منها كاردينالة فاجرة. بدت لها هذه الفكرة لحظة قاسية ومزعجة، لكن روحها المرحة سرعان ما تغلبت على ذلك الشعور، فضحكت في أعماقها بصمت. تصورت ذلك الرجل الخجول بربطة عنقه المثيرة ملتصقا بجدار غرفتهما، وقد مد يده ناظرا إليهما بإمعان وفجور وهما يهتزان أمامه. وتخيلت أنها بعد الجماع قامت من السرير عارية تنضح عرقا، فتناولت حقيبتها من فوق الطاولة وبحثت فيها عن قطع نقود وضعتها في يده، ونجحت بصعوبة في مغالبة الضحك. ظلت جان مارك يحدق في شانتال، وقد أشرق وجهها فجأة بابتهاج خفي. لم يرغب في سؤالها عن سبب ذلك، واكتفى بالتمتع بالنظر إليها. وبينما كانت هي تائهة في تصوراتها الغريبة، قال في نفسه إن شانتال هي صلته العاطفية الوحيدة بالعالم، فهو يعلم أن الطريقة الوحيدة للشعور ببؤس وألم المعتقلين والمسحوقين والجياع لو حدث عنهم هي أن يتصور شانتال مكانهم. ولو حدث عن نساء مغتصبات في حروب أهلية
فإنه يرى تشانتال بينهم، فهي الوحيدة وليس غيرها من يخلصه من اللامبالاة، وهو لا يستطيع أن يشعر بالشفقة والتعاطف إلا عبرها. كان بوده أن يبوح لها بذلك لولا خجله من المواقف الدرامية، لا سيما وأن فكرة أخرى مناقضة فاجأته. ماذا لو فقد هذا الكائن الذي يربطه ببني البشر ليس موتها هو الذي خطر بباله، بل شيئا أدق، شيئا مستعصيا على الإدراك صار يطارده في الأيام الأخيرة. ففي يوم من الأيام لن يتعرف عليها، سينتبه إلى أنها ليست شانتال التي عاش معها، بل هي تلك المرأة التي ظن أنها هي على الشاطئ في يوم من الأيام. سيكتشف أن اليقين الذي كانت شانتال تمثله بالنسبة إليه لم يكن سوى وهم، فلا يعود يكترت بها مثلما لا يكترت بالآخرين. تمسك بيده، ماذا بك؟ تبدو حزينا مرة أخرى. لاحظت في الأيام الأخيرة أنك حزين، ماذا أصابك؟ لا شيء، لا شيء على الإطلاق، بل أخبرني ما الذي يحزنك في هذه اللحظة؟ تخيلت أنك شخص آخر. كيف؟ أنك صرت غير ما أتصورك، وأنني أخطأت في هويتك. لا أفهم. كان يرى حزمة من حمالات الصدر، ولم يلبث أن لاح له ثانية عبر هذه الرؤية وجه شانتال الحقيقي وهي جالسة قبالته، وأحس بيدها تلامس يده، وتلاشى من ذهنه بسرعة شعور أن الجالس أمامه غريب أو خائن، فتبسم قائلا: انسي كل هذا، لم أقل شيئا.